بدينا للتو من أعمال المؤتمر الثالث لرؤساء البرلمانات العربية مع البرلمان العربي، وتم الاتفاق بالإجماع على وثيقة قدمت ورفعت كمشروع وثيقة تم الموافقة عليها بالإجماع، بالإضافة إلى بعض البيانات عن بعض الأمور الخاصة. أنا أعتقد هذا المؤتمر والاجتماع كان في غاية الأهمية لعدة أسباب. السبب الأول أهمية الموضوع الذي نناقشه اليوم وهو الإرهاب، إضافة إلى وجوب الاجتماع والتحدث بخصوص قضايا في غاية الأهمية، ودعوة السيدة جابرييلا بارون رئيس الاتحاد البرلماني الدولي للحضور وإلقاء كلمة والالتقاء بالرؤساء العرب، وسيساعد بالتأكيد على تبني القضايا العربية في المحافل الدولية. وأيضا تم الاتفاق في الاجتماع المغلق، يمكن لم يعلن عليه في البيان الختامي لأنه خاص بالاتحاد البرلماني العربي، تم الاتفاق على تقديم البند الطارئ الإضافي في المؤتمر القادم، يكون عنوانه حقية الفلسطينيين بالقدس والرجوع إلى الميثاق الدولي وقرارات الأمم المتحدة في هذا الشأن، ليكون متماشيا مع الدعوات العالمية وليس فقط العربية والإسلامية تجاه إدانة نقل القدس لتكون عاصمة للكيان الصهيوني المغتصب. إضافة لذلك أعتقد هناك بيانات في غاية الأهمية، ومنها البيان الذي صدر مشيدا بكل ما تقوم به المملكة العربية السعودية لحجاج بيت الله الحرام، وأعتقد الكويت تحديدا وكثير من الدول العربية وقفت في المحافل الدولية والأقليمية بالمرصاد لكل من حاول أن يقلل من دور المملكة العربية السعودية وما تقوم به تجاه حجاج بيت الله الحرام، ومن يدعي أن هناك أي تقصير من قبل المملكة واجبنا كلنا كدول عربية ومسلمة أن نتصدى له، وآخر من يجب عليهم التصدي لهكذا أقوال أو أعمال هم الأخوة بالمملكة العربية السعودية، لأن من نعم الله سبحانه وتعالى علينا أن يكون الحرمين الشريفين في المملكة العربية السعودية. إضافة لذلك هناك التعديلات التي ستقدم على النظام الأساسي للاتحاد البرلمان الدولي ليمكننا من اتخاذ خطوات حاسمة تجاه انتهاكات الكنيسة الإسرائيلي، وهذا يتم بالتنسيق بين الدول العربية، ونأمل كما نجحنا في الاجتماع السابق بأن يكون موضوع الروهينجا هو عنوان البند الطارئ ويحظى بأغلبية ساحقة، نأمل إن شاء الله أن تكون القدس تحظى على الأغلبية المطلوبة لتكون عنوان البند الطارئ. لا يسعني في هذا المجال إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل للأخ رئيس البرلمان العربي على هذه الدعوة الكريمة، وللأخوة في الجمهورية المصرية رئيسا وحكومة وبرلمانا وشعبا على هذه الحفاوة التي دائما نتلقاها في مصر، وأؤكد أيضا على شكرنا للمملكة العربية السعودية خادما للحرمين وحكومة ومجلس الشورى وشعبا على كل ما قدموه ويقدمونه لحجاج بيت الله الحرام، ونأمل إن شاء الله أن تترجم هذه الوثيقة إلى أمور عملية واقعية يستفيد منها الجميع لمكافحة الإرهاب بالشكل الصحيح ولبيان حقيقة الدين الإسلامي دين السلام، وضحت افتراءات كل من يحاول أن يربط الإسلام بالإرهاب أو يربط المسلمين بالإرهابيين. وأشكر أيضا كلمة رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي التي أكدت فيه بأن الإسلام هو دين السلام، وأن لدى الاتحاد البرلماني الدولي مرفوض أي ادعاء بربط الإرهاب في الدين الإسلامي. هو التنسيق مع كافة المؤسسات، يعني ما حدث اليوم هو مكمل لمؤتمر الأزهر، وأيضا اجتماع الاتحاد البرلماني العربي الشهر المقبل سيكون مكمل لهذه الاجتماعات، ويجب أن نعمل سواء كاتحاد برلماني عربي أو برلمان عربي بتنسيق أكبر حتى نتمكن من تحقيق الأهداف المرجوة والمطلوبة ولنحقق طموحات الشعوب العربية. ما هو موقف المجالس البرلمانية في مساعدة مصر ضد الإرهاب؟ بالتأكيد يعني نؤكد الدعم الكامل لجمهورية مصر العربية الشقيقة العزيزة على قلوب كل
العرب تجاه أي أعمال إرهابية تهدد استقرارها، واستقرار مصر هو استقرار العالم العربي بأجمل. هذا الدور يقوم بالتنسيق مع كافة الدول العربية، ولعل آخر الأمور التي تمت قبل أيام قليلة من تبني الكويت لموضوع الإرهاب كأولوية في مجلس الأمن، دليل واضح على أن هناك تنسيق عالي المستوى بين الكويت وكل الدول العربية التي تمثلها إن شاء الله في مجلس الأمن.